منطقة يجب على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم لإسرائيل أن تعلمان بأن جميع هذه النتائج السلبية إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف وراء ارتكاب هذه المجازر، ويجب عليهما أن تعترفان بأنهما المسؤولتان الوحيدتان عن ارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يقاوم إسرائيل، وإلا ستكون هنالك بعض المستجدات الجديدة في المنطقة، لأن هذه الحرب ستنتقل إلى دول أخرى. ركزنا أيضا في لقاءاتنا في العاصمة القطرية الدوحة على هذه النقاط، وحصلنا على المستجدات الأخيرة لما تقوم به إسرائيل خلال 26 يوما بارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف المستشفيات والمدارس، على العلم من أن هذه المؤسسات يجب أن تكون بعيدة عن استهدافات إسرائيل.